استريحوا والله ما شاء الله الله يرحم الله يرحم والديكم الاهي الله يحييك كوشه ربي ها الله يرحم والديك لا تسكرون الكاميرا عشان بالفرشه الله يحمد ابيض الله وجهك انا عشان معك ساعه جديده وحركات يعني غيب عنك اختي تطلع شوي باكم يا شباب طيبين الله يعافيك ايش حالك يا حلان الله يسلمك ساكم بخير علومك طيب طيب يا طيب والله 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 انك عارفهم كلهم يا ابوي اني لا اسلم فوق راسك كيفك تبغى تجيني بسرعة ولا تقومني والذي نفسي بيده انك تخلع يا السنافي بجي علي الطلاق انت اعطيني راسك طلاق طلاق خصم 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 بيض الله وجهك احلى والله خصم بيض الله وجهكم جميع وجهك يا لا 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 نو الله هلا هلا والله انا برسل لك رساله يشهد الله انها في خاص حجر رقمك جميع يا الربع صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يا ولد اسحب 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 طلعت من اسحب يا اخواني اسحب والله الذي لا اله الا هو اني رحت عند اخواني كل يوم هذول اللي تشوفهم كلهم معكم والله ونعم فيهم في 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 حد اخواني والله ونعم فيهم جميع اي والله وصح هديه عندكم صار بيننا اشياء ولكن نحلها فوق وتحت البث الو السلام عليكم اخوان انا ابغى ارتب كل شيء ما اعرفه والله العظيم اني ما اعرف وجهك ما سوينا حاجه ما سوينا شيء والله شغل جبار والله انه يستاهل هذا طليد اتكلم الله يرحم والديك جعلني ابو عبد الله العظيم ان انت شرف فيه حنا ابو عبد الله ان الكل طيب مو مغل زهراء الحال الله يرحم والديك ابو عبد الله اللي عندنا اخونا واللي جانا اخونا ما يحتاج اخوكم واصب عاد تنتظرون تطردوني انا لو ما طلع من البرنامج دخلك يا ابو نفر لما عرفته ومعرفت الربع والله اني كاسل لكن هو مرحله خاصه جعل من جارك للجنه يا ابو حسن والله اني صادق الله يطعني عنك كاني ما خلق والله العظيم بعض الكلام انه ما ينقال زي ما يقولون لكن اقسم بالله شفت مقطع الله يسامحك والله اني بكيت اي والله بيع عنك بيع عنك لبا كبدك لكن الله يسامحك هذا ما واشغل حفظتها بس ما الصوت كاني ما خلق ها لا ام الاوفي لا ما ادري حقه العمده شكله فرحان عشان اخوي جاء عمده اوه اي يا ابو حسن يا الله خلينا نشوف صوتك صوتك صدق ولا بتشوف بالحبيب منها طارفه املعنا خلنا ها تم والله بعدين بعدين اذا رد الله الحين مليون الله يسلمك يلا حي يا والله ليش انا ودي اعرفك على شباب بس اتعب ما يحتاج والله اني حافظهم اكثر مني احوالهم المدنيه حافظ القاهم ما عليك والله ونعم فيهم جميعا عليك يلا حياك ترحيب المطر مرحبا يا مرحبا والله ما سهلت ايش سويت ايش ما سويت على الله سهلت لاجل عين تكرم مدينه انا اشهد ها مرحبا والله يا الله يسلمك الله يعافيك الله يبقيك ويرحم والديك ما عليهم كلهم طيبين والله العظيم ان الوالد اللي بغى يجي اي والله اي والله يبغى يجي ولكن عيو ما يفكونه تعرف دوام وعيو ما يفكونه لا عفيدك والله ولكن ارسل هديه ولازم اقول اسميهم والله الوالد الله يطول عمره قال انا بارسلك انت عاد ان شاء الله انك صدق قلت ابشر بي الوالد وصالح عيد الغامدي و ونعم بهم كلهم علي محمد محمد غرم الشهري ونعم وزهر البارقي والله ونعم بهم كلهم والهدايا موجوده بس والله ما ادري يعني عاد اذا نقص شيء بعد انا اشوف والله محشومين محشومين بس ان ما ادري نزلناها كلها توقع مرحبا لي مليون تدري ان جيتك دعني في دخشمك الله يسعد قلبك تدري ان جيتك خربت علي شيء انا كنت ابغى اسويه كنت بسوي مسرحيه اداني هذا الادمي قال بسوي ابغى اسير مقدم وركبنا الاربيز وغطى عيوننا اشوف اذا في مسرحيه والله خربت علينا توكل على الله خلينا نسوي مسرحيه والله بكره بكره بخير بكره بخير يلا حي يلا احمد الله يا مرحبا والله مسهلا يا الربع انا اشرت على الرجال هذا انه يشارك في برنامج السوق ايش رايكم لا والله ما تحمل ولا لا 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 والله ما ثاني يوم صبر صبر ثاني يوم والله من اول يوم والله اقول لك صدق اقول لك الصدق والله العظيم انها من مقابله البدايه دي تعرفها ما في اي محتوى ما في والله ما في اقول ما شاء الله نقول له تكره تكره الله لكن اهنيكم على الحياه هذه والله اي والله برد تشوفون النار كذا انتم عندنا برد ولا عندكم حر ورب ها هو يقول حاله هنا هنا جاي من الجنوب والله انا ذابح للبرد لا تقوى خلينا نقوم ارحب اللي ولي والله اخبار اليوم ما عليها طيبه عند بنت صغيره يمكن عمرها كم الله يخليها الله يحفظها انت 9 شهور ما شاء الله هي اول حفيده لا 9 شهور
والله شرف لنا لكن صغيره مسكينه الحلال الله يرحم والدك هذا صغير الله لكن نقول ان شاء الله بعدين خلاص ما نبغى نوعدك قدم السي في قدم السي في ارحب سولف انت اخوك احنا بنسمع وتعلمنا ابد يا الربع هذا اخوي هذا اخوي انا تعلمت منه يشهد الله حاجه واحده هو والوالده تعلمت منها الصبر هذا الادمي طبعا انا اتحداكم بما انه جاء احد يهزمه بلوت النداء للجميع هذا التسويق لا لا انا قد هزمتك يا ولد ابو هذا اخوي انا بغيت انا خفت انك تقول جيب قصيده ولا شيء وتنكم لي لكن دامك حطتها بلوت الله يعينك خذ العلم انت رمان لاني في عند مجيد عند مجيد قهوه الرجال وغير مكانك عند وجه الله تجلس وجه الله لا خليني اقوم انا اصف تقعد عندي مع ابو سامي عطني انا اخوكم وجاي الوضع فريق حتى الشمخ والله اني فرحت انه طاح وقلت خلاص لا انا هذه ابعدوا انا والله العظيم هذه لها مايك ترى خلاص بس انا فريق دعم ومعلوم هذه ما اعرف انا داري من بدري اشوفها كل يوم يا رجال الشمخ داري من بدري والله بيض الله وجهك أموركم طيبة ها؟ أخبار أباحة الله يسلمك ما أسمعك والله يقول أخبار أباحة شغل أباحة شغل والله والله يا أخي تراك بعض الأحيان تجيب كلمات أنك تحشرنا والناس تدقق زي حرف الجيم جيعان جيعان والله أنه صدق يعني هذه والله أني أنا الحين أتهرب ما بقول أي كلمة في حرف الجيم يعني خلاص وين بعدين اليوم ما اعطوه لقب غيمة كاريزما هو ابراهيم النجاشي يستاهلون يستاهلون والله يستاهلون ايه الله يسعد قلبك يا سيدي الله يرحم والديك تدري من جا في بالي الله يسعد قلبك وين هناك اخونا زياد لا ما انا من قبل اشوفه انا كلمت محمد الرجال ابو عبد الله يوم جانا اشر له كذا يعني احنا بث انا ما ادري من الرجال ذا اقول كذا ولا شافني انا الربع انا هاجم بالعيد انهم بيطربق لهم جايبين العيد ومعلمين نبغى يا رب ها بلا داري الموضوع لا يعلمون لا يعلمون اني فتح الاخو قدامه انا دليت لا تحكون تدري ايش المصيبه فتح الاخو المصيبه واحد الله يستر عليه صور لا وين عرفها لا وانتشر على طول يعني على طول انتشر المقطع على طول اقسم برب المصحف اني بتموت ارسل هذا وارسل وتكفون يا ناس والله يستر عليها احب اشكر الاخ مشاري يستاهل والله ونعم والله ونعم فيه مليون وبالجميع والله العظيم يعني انا قابلت بعد الاخ وليد اي وليد ونواف والله ونعم فيهم جميع اي والله نواف لكن الطويل صح انا من زود الضيعه سال ابو حسن اقول الطويل هو اللي قابلته اي والله ونعم فيهم جميع لكن الاخ مشاري بيض الله وجهه طيب دقيت عليك اقول لك يعني نقول مبروك الشهر يا ابو ليان اي شهر اليوم وبعد تشوفني بعدها اوعدك انا عندي عتاب بما اني العمده وخبر مثل هذا والله الذي نفسي بيده اني ما دريت خبرك والله واسعد لا عندي عتاب ليش اجل عمده قول له انا من يوم قلت الدخوليه اسلحه وسكاكين هذه والله المره ذي طيب اليوم اليوم قهرته شنو اقول له اقول له يا ولد عندي لعبه تكفى يا عمده قال بشر بسعدك قلت ابيك تنظم اني خابر الربيع فيهم ربشه ابيك تنظم قال بشر بسعدك وصف الربع حتى هو انصدم يوم شافك جاي انا قلت والله انا كنت اقول مبر والله قلت العمده المفروض يقفلون عيوني لاني انا خفت ما ينكم الا هو في البدايه زعيزعي اشر لي عليه نرقب اغسل الامور يا عبد الله قبل واشوف الباب ينفك مدري منو يا مقبول منه لين عرفت اصلا قلت خلاص الله يعافيك كيف حالك؟ عساك طيب وش اخبارك؟ والله اول مره اتوقع يعني احس خلونا نسولف مع الاخوان يا اخي مع بعض يا الربع الله يرضى والله العظيم الصراحه اشتقت له يعني ما كنت اتوقع اني بشتاق له زي كذا اي والله انا بغيت اطمر والله اني بغيت الرجال جاي بغيت اطمر وليد عندك قول له انا بمدحهم حتى الضيف والله العظيم يا الربع صلوا على النبي كنت والله اني كنت اتمشكل اني انا بغيت ما خلاص اذا جت في مخي اقول غلطه يعني ينصح ما ينصح اقول ما في اللي في مخي صح لكن يوم شفته في الخمسين يوم دي ورب المصحف اني غلطان على فيها لا محشور انا اقول لا والله يعني الصراحه والله العظيم ابو إليان عرفت اشياء عنه يمكن واحده منها اي والله ولكن برضه تطلع انا الصح ولا خذها ولا غلب كيف والله دائما ابو إليان لا والله العظيم ما جينا بعدكم جميل هلا والله صبحك الله بالخير الله يصبحك شرفت ونورت
يشهد الله ان الرجال ذا غالي وان نغليك من غلا اخوك. الله يسعدك. بسالك عن وليد، انت اخوه واكثر واحد يعرفه، وش اكثر شيء تحبه بوليد واكثر شيء تكرهه بوليد؟ احب رجول وليد. لا الله يرفع قدره. اي والله احبه تكره. اما شيء اكره والله ما عاد فيه الحين، ما فيه صدق. اول يمكن لو طلع اقول لك اشياء كثيره. لا عطنا عطنا الاول. اهلاوي متعصب كبيرهم الذي علمهم السحر. ابو قال لا تقول شيء. ها جدا جدا. اي والله ما شفتوا الاغماءات اللي ذيك حقت الفريق ذاك؟ لا 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 طري يا اخي. انا اقول لك لا والله الله يعيننا الله يعيننا والله ربي بلانا. لا قول الشيء اللي تكره وليد. اول وليد لا يتهرب من السؤال. والله ما قال. لا ابشر والله ما والله ما قال كثيره. بس وش اقوى مقلب سواه في وليد؟ في مقلب ما انساه ورفع ضغطي ورب المصحف، يمكن اللي حط عصا كذا ذاك اللي ايه ثوب ثوب تو مفصله جديد و... وحط اصله هنا ويجيب بخاخ مدري وش. طبعا الراتب ما شاء الله عالي. والله يعني يلا يلا بالحلال افصل لي ثوب ولا والله العظيم راتب الرجال. بس والله حتى اني لفيت بالعصا كذا وصقع بس الحمد لله عدت. اي والله عدت. اسا راتب الرجال ذا ما شاء الله تبارك الله يمكن 99 يعني شهر شهر يفصل ثوب وشهر لا يستكن يجمع الراتب. ذاك اليوم قال والله افصل ثوب فصل ثوب عليه القيمه. كنت تعال ابو ليان عندي لك تحدي ما في ما بعدها تحدي يعني بعض الاشياء. والله الصراحه معلش معلش والله بعض الاحيان سماجه. يعني 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 صح مقلب انا بتقبله صح ويفدر ولا ثوب ولا والله لو بخوجي ما عندي مشكله. لكن طيب ليه ليش تحط العصير؟ والله هذا اللي استانس بالثوب. طيب اللي يقهرك زي يقول ما تقدر تسوي شيء. هذه هذه هي اللي تغبن. الرجال سال المعذره. احنا اللي بنعرف رده الفعل الحين. والله لما ما بحاسب عساك تصور بس اهم شيء انك تصور. موجوف عليك صور في شيء لعبت يا عليك. يقول ايش اللي تكره في وليد؟ تكره في وليد قبل 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 يلا. والساعه دي تراك بتطلع من دونها. والله تبدا رجولك. همزه 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 يلا يعني احرجني احرجني قدام البث وبعطيه. وانا هذه والله اني حلفت اعطيها الزايدي. اي والله اي والله استاهل والله استاهل والله العظيم. كل رجال كان جبت مسابح لكن المعذره الامام الذي يستاهل. حسن كنا من كريم المسلمين. الله يرحم والديكم. اي والله انه يستاهل. مرحبا ترحيب. انا واضح اني اتهرب. يعلم الله ان كاني شايف ان اخي هادي. الله يجعل والديك جنة يا ابو حسن. والله العظيم اني صاد. داخل شمك الله يسجدك. عاد اليوم اقطع والدكم اليوم. انا يوم اليوم يا ربعي مرقدت هناك بعد فقره او فقره نوافل. طلعت من عندكم ورحت رقدت في المجلس الشيبان تعبان. تحلمت في سلمان اخي انه جايني هنا والله العظيم يا رجل. وقمت وحنا في المكتبه وكل شوي اشبح الباب اقول احس انه بيدخل. وشوف سبحان الله دخل والله وليد. والله العظيم اني اقول والله العظيم انه كانه اللي داخل علي سلمان. الله يرحم والديك. والله مو بسمع لك انه كان اللي داخل علي سلمان. الله يرفع قدرك. والله العظيم اخوكم جميعا ويشهد الله. ما اقولها الحين ما ادري قفلوا ذا او كيف قفل عشان والله العظيم انه مو عشان ذا ولا هو بسمع لك هنا وبرا وابشروا ما دخلنا الشك ما دخلنا. اي والله اي والله. دقيقتين ثلاث دقائق بيجلي ثلاث دقائق. الله انا بس انا شيء واحد بس بعد دقها انا شيء واحد بس اللي ممكن اتهاوش مع وليد فيه وعدوه اللدود فيه. يا انا بقنع تشجيع الهلال ولا يترك الكوره؟ اقنع ابو الهلال توسطنا عندنا توسط يقول دوبي تعالوا عندي وجه انا انت البلفيك انت بعد متعصب. انا بس انا نوع ربع منه. انا اقول لو مشكلتها بس تشجيع النصر واغلب جماهير الهلال تحبها. الله تشجع معنا الهلال ولا الله ياخذ عمري كان شجع الله. لا لا نادي كبير ولكن الاهلي اكبر واحد في العالم. ما عاد معنا. لا ترى بيجلدك والله. ني لا 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 ابو اليان ابو اليان صل على النبي. في مبادره هناك في ركنه ابغاك تروح تهدى. اللهم طول اروح. والله اني اقدر هذا لازم الرجال سال اليوم بيحتفل. ايوه انا والله اني ابغى اكثر شيء يكرهك في وليد قد قاله يلا قبل عادي بس اسمع حاول انك تكون شوي يعني بس دقيقه بس دقيقه والله العظيم والله انها عقوبه من الله. الوالده الله يطول عمرها وانا جاي قالت قصر من شنبك قصر من شنبك قصر من شنبك وعيت الله العظيم. كل شيء قلت كل شيء انا اقول بكذا ناشب لي ناشب. طيب انا ابغى اللي تكره وليد قبل الحقيقة الغايبة. ترى احنا عندنا هنا كده. النظام ما في مثل لا بلا ما هو بينكره والله ما والله ما ادري. اي والله يا
يمكن حتى تقول الكلمة دي تروح الرادار بكرة. انتبه سعود العتيبي يجيك كذا مختنق خانق عمرك كذا ويشكي بالله مسوق لا 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 الشجرة تقصد بس والله انهم كفوا والله انهم ما يعني صح انهم شوية اعطونا حبتين بس والله مشكلة عيال الغامدي انه يجي هنا متوظف ومعه فلوس يروح يصرف فلوسه في بنزين ويفرفر في الدائري. كل سالفته الدائري تلاحظون انتم هو ذباته كله الدائري ذباته محدود فوق الرصيف. اي والله ان ترى انا اللي كل ذبا يعني بيجيبني ويقول لي طقطق انا ما عاد اقدر ارد ولكن انا اوصيكم ابشر بسعد اذا كفو اذا قال شيء ولا شيء اوصيك وليد نجاشي بيض الله وجهه هو وجه كبير بياض انا تغني بهالورقه وجه كبير بيض الله وجه فريق الله يسعد قلبك وبيض الله وجه مشاري صح انه زعلني ولا بغى يعطيني الربيز لكن بيض الله وجهكم كلكم يستاهل يوم فرحتوه والله انكم مفرحيننا كلنا والله انك صدق واللي خلق النعمه هي الربع هذه كانكم رديتوا روحي لي والله مرحبا ومس هلا بروح يوم شفت هذا الادمي 50 يوم غايب عنه ولا راح عن الدنيا ولا رحت على الدنيا لكن صدق الربع والله يا الشوق انه يغلب الرجال والله يشتقنا شفت كيف قلب الاخ شفت الرجال هذا ردت لي روحي قلب الاخ هذا عشان قالوا قلب الاخ قلت تحبنيه بكره اللهم امين الله يسعدك عبد الله بيستانس اكثر من وليد الله يسعد قلبك بيستانس اكثر من وليد الله يرحم والديك في اسئله واجد والله بس عاد خليه يغلب انا تدري ايش ادري ويش مشاها علي ما يعرف انا عمده يا ابو عبد الله والله وين عمده كان عمده يا مش والله وين عمده لكن هذا خالد يقول له بلعب يقول له لك طلبناك يغموني يقول طلبناك الله يرحم والديك طلبناك هو المشكله ان بعضهم يقول ها هذا قال الموت ارحم انا بقول مشاركهم ما بلعب ابغى غم فهاد يقول لا ارجع والله ودي غطوا وحطك جوا هناك ولا وهبولك مركز عيب ولا اي حاجه انا سؤال الساعه كم بالله ايش معي الاخو ترى الحمد لله ما اشتغل قال هذه يطول سلامك كذا باللمس ولكن قول له هو الوقت والله العظيم ما عرفت اعد اسلم الوقت والله اعلمك ابو الساعه 2:35 دقيقه 2:35 دقيقه موجود هنا اضاءه وجهك ما تشتغل مره واحده في اليوم لا حد يحاول مره ابو عبد الله امر ما يمر عليك ظالم هو صدق ان خوالها تراك صحيح هو ما كان ودنا والله بهذا الشيء لا 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 ايش في انت قلت جيت طلع كرت العائله ايش في ايش في اسمع قول له اسمع اشكر جوه هو بس هو قال والله ما في شيء يقول ما في شيء يدل على تعال تعال الواجب وين ودي خوالنا وين ايش بقول له لا قول له لا والله في يمكن في عرق ترى انت شوف انت مره والله هذه بدري وش السالفه انا يا اخي عاد صارحني انا تفضحون يقولون ذولا ما يعرفون الله لا لا انا ونعم ان شاء الله والله انا عليكم زين ولكن ذا يدور مشاكل وقال المشكله ايامي المشكله ايامي والله ونعم اليوم ما نقدر نقول عليك هو اذا ما عليك زين فتعود من بليس وكل شر انا ما ادري هو يبغى يطقطق ولا عاد عصاه وقال لا اله الا الله يا رب احد عنده شيء سؤال استفسار ولا هذا الرجال انا ما اعلام انا اقول لك والله ما ابتل اعلامي جدا اسلم يا رب صل على محمد عليه الصلاه والسلام يا منيب عطنا الصدى اروح اجيبه واجي ولا لا لا بجي على طول جاك راح جاك اهرج 1-2 يا لا 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 يا لا 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 بسم الله يا وليد انت راعي طيب وابياض وجه جود الله يسعد الله نزل عودا كريما منهجك منهجه ولا يهون العزيز الغالي يقول يان الله جيته عندنا وزيارته ليل عيد اللي بداك يلعن عصي يمثلكم هنا يا وليد الله الله كل ما ذكر طار الفخر ذكر ازهراني ازهران الكرم والطيب والله والله ما ادري رقم الايبان والله ما عاد في شيء بالنسبه لنا الزعزي والجوال ما يجمد والجوال نعطيه لي والله يسلم لا والله والله نحب خيركم والله
بيض الله وجهك يا ناس جنب الله وجهك والله نوكل رد والله ما انا ما فينا شاعر ولا وينك اي والله سم ابو عبد الله عامر بيض الله وجهك وجهك ابيض انا في شيء طلبته منك وتممته اليوم اللي هو الله الله ابيك تذكرني وشو دقيقه اول شيء انا قلت لك الرد قلت لك تعال عندنا وبشر باللي يرضي فال 24 يا رجل يوم طلعنا يوم طلعنا ابو عبد الله قلت يوم كلمه اخوه وفتح الكام قلت ودي احب خشمك وحبيته وبيض الله وجهك وجهك الله الله بيض الله وجهك انا اذكر قلت له اذا جيت عندنا ان شاء الله وبشر باللي يرضيك بس تعال عندنا ولكن انا جيت لكنك جيت بيض الله وجهك بين اخوانك والله انها جايه السعد الله يرحم والديك الله يسعد قلبك الله يرحم والديكم والديك انا والله شيله شيله انا ما عند ما احب الا عرضات هي اصلا ورق والعرضات السب انا ما اعرف لا احفظها على طول اما الاشياء والله ما احفظها صح اني انطرب اسمع يعني والله العظيم ما اقدر يعني التقييم عندي بس تقبلوها والله العظيم هنا الشعار هنا اقسم بالله يعني مبدعين جدا والله العظيم جدا اي والله ولا هم الباقيين تمثيل و وحكم وكل شيء وصوت الانشاء والله العظيم الجميع وهذاك احب الله في الله العصيم والله العظيم اي والله وعاد وابوه الله يطول عمره الله يطول عمره الله يرحمه انا لا يكون ذا يقول طلعوه خلاص لا 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 بس ركب بطاريه ايش رايك في العريش الله يرحمه الله يسلمك اذا تعبت شوي ما ممنوع 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 البلوت هنا موجود البلوت ممنوع ممنوع ما ادري باقي 25 انا وانا اسمع ابو ليان ابو وين انا بقابل فهد وانت قابل اخوك ونبي نشوف من يفوز تبغى قبل اخو بعد بعد قوه ضاربه ما تاشير كواس كواس والله ما فيه يلا انا بعد قدامك يا اخو حصه والله لا ما الله ما عاد يا اخو حصه ونعم مليون لكن والله ما عاد معك هي وبشرك ترند اليوم نطلع انا وقدني شغال اقول لك صاير رجال ما شاء الله بس ما اعرف الا اسوي اعجاب والله ما اعرف اغرد ولا اسوي اعجاب وعاد رتويت رتويت هذا والله زين وبعض الحين انشب هلا كيف قلت الحرمه الله يستر عليها انا تشوف ليه سويت اجابه التريت قلت رتويت ما سوي اللي تبغى ناخذ احلف يا ولا واذا رحنا من هناك سوينا رتويت رتويت نبى الاعجاب والله ما في ايش عرف قلنا لازم مع الجمهور مع الجمهور ابو ليال لازم تتكلم معها بطريقه دبلوماسيه ابو ليال تقول يا اخوي تفهمني والله متفهم وما تقصر الله يستر عليها بس تقرب يا لازم انت متزوج وتعرف يمكن ما الله اكبر امر يا حبيبي والله انا ما بديت اتكلم والكلام لو كثر قليل بحقك اول شيء شرفتنا ونورت هالمكان نور نورك الله ويعلم الله ان وليد اخ قريب لنا كلنا وليد عارف اللي بيني وبينه اللي يقول والله هنيئا لكم على هالولد الله يرحم والديك رجل مثل بمعنى الكلمه الله يسعد قلبك ورجل فيه من الصبر والطيبه ما عليك زود والله وين لو تشاد انا وياه احيانا بس دائما والديك بالجنه فالله يوفقه وزوجه اذا طلع وليد ما في الحكي الله عاد هذه بكيفه يبغى يتزوج والله لو ابشر باللي يرضي يبغى يتزوج الله يوفقه حياك الله مره ثانيه والله يا ابو عبد الله الله يسلمك الله يرحمه عبد الله خربت علينا كنا بنسوي طرقيعه بالله طرقيعه كانت اليوم هي الجزء الثاني هذا ان تدري ليه؟ ابغى مثلا انا طرقيعه والله لا اخذ الدور والله لا اخذ الدور مش انا يلا بس اقسم بالله قصدك تحشرني يعني ولا اقسم بالله ما حشرك ابيك ابيك تستريح دقيقه ابى اضح ما عندي والله ما عندي وين مسرح هنا نروح ابى اضح صدع والله انه حب تبرج فيكم والله وليد جاهز انا جاهز انا جاهز اقول اي حاجه ما تبي ترون شرفه واحد يقول يا طلع والله لا تبرج ابو عبد الله يقول ايش لك يقول لك على خشمه امشي ابني ابشر والله يقول لك يلا 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 كف قول دقيقه قول دقيقه قول دقيقه انا طرقيعه والله ما عاد معك وجهك ابيض والله الناس يلا يلا ابو عبد الله
لا انت ولدنا الثالث كنت في البر. ايه انت في البر، انت في البر. بيض الله وجهك. تفرج واذا ما عجبك المشهد اطلع ولمخهم عادي خذ راحتك. والله مسرحيه، مسرحيه طرقيعه. طلب طرقيعه قلت مشان. عادي خذ راحتك، يعطيك خيرات. المشكله اللي قال لي اخوي الصغير بعطيك خيارات، حرمس حراميس. هو من هذا حراميس او حراميس او حاجه زي كذا. حراميس ولا ايش اسمه العريش. والله اشكرك يعني الصراحه الشباب كلهم مقص، لكن هذه مبادره، اطلق مبادره. الله يعطيك الصحه يا لعب. الله يدخلك الجنه. الله يدخلك الجنه. والله اللي صام من الصدق. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يخلص بس اقول له يا انا بخاطر اللي بخاطرك. انا ترى انا ابغى ابلغ الرجال يقص تذكر. يلا يلا يا ابو عبد الله. يلا حسن حسن يلا يا ابو عبد الله. هو يا اخي باقي بس ما في وقت. والله انت شوف ما في وقت اباظه ما في وقت. يوريك المسرح. يقولوا بيض الله وجهه. لكن انا والله والله ما عندي مشكله، لكن انا ترى انا والله قدام قدام، لكن والله ما اجي مكانك لو على قطع رقبه. يا اخي ما عليها درجات. شوف ابو هيا هيا شوف ابو شوف ابو ابو يقول لك يلا. ها بابا شوف ابو طويل. لا ابو يلا 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 ما معك والله. يلا يلا والله ما معك. ارجوك والله مثل الليل. اباظه يا عمو اباظه. لغات بعد ادعس هذا العرق. ما اقدر اجي مكان زعزي والله. والله تفرج 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 انتقاد. خليك لجنه ابشر بس خليك لجنه صريح. اذا فشلوا فاشلين بالتمثيل 100% انا اقيمها. ما كفو كفو روح وليد. نعم وليد خلي بس عني اخي. هذه 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 الهدايا. الهدايا قد ايش راك تقدمها لوليد؟ تعال 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 وليد. اقول لك اعترفك اعتراف، اعترفك اعتراف. ما يقدر والي يقدمها لي. ليه ما بيننا شباب؟ والله ما اعرف ضربات. لا حتى هذا خذها هذه لك يا وليد. ما ادري من مين. خلي يسوي بروف. خلي يسوي انا يستاهل اني اعيدها. ما تمسكها ما تمسكها. تعال يا وايد خلي على المسرح على المسرح. كل شيء انا والله مبروف اخذ المركز الاول. والله قدمت وابدعت وطلقت وبتقدم هديه بعد. يلا يلا غطى عينه. تعال يا يلا ايه سوي حركاتكم. تعال يا وليان قل انا من يلا. طب وخر عني عبد المجيد. تقول انت مبين ابغى مبين في هدايا وفي تعال 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 هون صوت 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 يا شباب يا شباب. والله رحمه خلونا نقدم الكاميرا فيها هديه عندكم. لا انت دائما تحاشر الناس. اقرا الاسم. هو اللي يقول بسرعه بسرعه. انا ما اشوف. والله ما تشوف. فيها هديه مقدم الواحد كلنا نحبه. مقاومين جمعة. ولكن ما خلاص الجمعة. اقول برجع شو اسمه اقولها. الوالد الله يطول عمره والاخ صالح عيد الغامدي ونعم ومحمد غرم الشهري ونعم وزهير الباري ونعم ونعم والشباب والله العظيم كلهم يسلمون عليك. ولكن ما اقدر اعدد كثير يا الاستراحه ولا شنو كل مكان. كلهم قلت من اول رسائل كل الناس اللي تحب وليد توصل ولو ما نقرا رسائل وليد. انحب تمام اهرب المدير جاي. انحب يا ابو عبد الاله. المدير جاي. الله لا يفضح مسلم. انحب ترى حب المطر. يلا بسم الله. انحب يا احمد الغامدي. الحمد عليك يا ولد. احتم الرجال التحكيم بعدين من الان. اللي ودك اللي ودك انا ما ادري. صلوا على النبي. انا اسحب كلمتي يا الربع. اقعد. الله ما في الا حبيب الله وجه بابا. قول والله ما في. مع السلامه. استريح يا ولد. اي ما سلطان وين سلطان؟ قل لي بعد 13 سنه. بعد 13 سنه نفس هالوقت. سلطان دامون يا ابو وليان. مسجل ابو وليان خلني اسولف. هذا 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 ترى كيف فقدتكم على طول. ابو وليان ابو وليان ابى صارحك بشيء. ابى صارحك بشيء. وانت لو رحت وقف القلب. لا والله قصر. اجيب لك كرسي جلسه. كيف بالله. طب احده. ايه خلاص يا وايد. احده. ها احد وايد يا ولد. لا 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 هذه زلزال وليان. ادعسها. عطنا شيء طال عمرك. بند والله بلوى من الله. انت زي ولد تيجي جزم باستمرار ولا
مطلوب تبلد تجلد تبلد والله شوف وعند الوالد الله يطعم يحب شيء اسمه جزء مستلم الحين الله تعرف تعرض يا وايد شوف كيف كذا واحدة فوق ايوه انزل شوي كذا ويلا ها مع مع تعرفها اقول لا تتعمق في الاسئله الله يرضى عليك لا انا عندي اربطه والله انت تعبان وانها هذا العقر عرفناه من وليد العقر عقر وليد وليد بيض الله وجهه والله لا تكسي لا هو بيض الله وجهه والله انه مثلنا يعني مع اي في ذمتي اي في ذمتي والله والجميع كل واحد اقسم بالله ابدعت وتلقت بيض الله ابو اليان هذه رساله مني لك وصلها لاهلي يمكن احنا ما نقدر نتواصل معهم كل شيء يصير هنا الوليد ولا لأي واحد في البرنامج ممكن نزعل ممكن نضغط ممكن ننكبت ممكن ناخذ في خطرنا بس لا تفكرون في اي شيء سلبي ابو حسن شوي ابو حسن بالله لا احد يفكر في اي شيء سلبي انه بيجي ضدنا حنا هنا نتعلم من انفسنا اللي ينضغط يقوى من جديد واللي يزعل خويه يراضي ما احد ما شوف والله طيب اللي يصير بينكم اللي يصير بينكم هذه الرساله انا باك توصلها لاهلي والله والعظيم هو قد وصلت طيب في خبر سار يا عيال اسلم امر من الاداره عشان الريالتي عند ابو اليان قوي قالوا مدد البث وتعالوا المسرح بيض الله وجهك امر جاكم فوق خلاص يلا والله مصيبه تعال يلا خلاص يلا يلا والله عندك ريالتي مؤثر يلا بشتغل والله يلا اغتر تبيها ولا لا 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 اخر كنا اقسم مسرح ضغطي ايه بس لا برضه مسرحيه مع اني ما بفلوس محمد يعني جيب ماركه الله يسلمك نحمد الله